واصبر، هذا أمر من الله عز وجل لكل سالك هذا السبيل أن يصبر. والصبر لابد أن تكون فيه مرارة، وإلا ما كان صبرا. صبر فيه مشقة، فيه مشقة. ولذلك الإنسان لا يعالج الصبر إلا إذا تقلب في المشاق، إلا إذا تقلب في المشاق. ومنه سمي هذا النبت الذي يخرج المر الزعاق بماذا؟ بالصبار. إذن هناك علاقة بين المرارة وبين ماذا؟ وبين الصبر، مرارة وصبر. ولهذا كانوا يقولون لا تحسبن المجد، المجد ليس المقصود به الرئاسة، ولكن المقصود بالمجد اللي هو لذة الطاعة، لأن الإنسان بلذة الطاعة يتحصل له في قلبه ما لا يتحصل لأهل الدنيا بأموالهم ولذاتهم ورئاساتهم. أهل الدنيا لو اترقى ترقية استثنائية، أو مثلا بقى حاجة وجاهة، أو تحصل لهم العريض، يشعر بلذة. لا، لذة أهل الآخرة بما يتحصل في قلوبهم من الطاعة خير من هذه اللذائذ. ولهذا كان بعض السلف يقول لو علم أهل الدنيا ما نحن فيه من الخير لجلدونا على ذلك بسيوفهم. أهل الدنيا بيتحاربوا مع بعض علشان الدنيا ومغانمها، ده عاوز يستولي على 2 كيلو متر من الإمارة اللي جنبيه. ليه؟ لأن اكتشفوا بئر نفطي في 200 متر دول، عاوز يحوط على البئر الجديد يطلع الفلوس اللي منه. بترول يعني سوى فلوس، زي جماعة السواقين لما بيكون ماشي النفر بيسموه نص جنيه، يعني لما يكون ماشي كده بالميكروباص هات النص جنيه ده، يعني البني آدم ما بيسماش بني آدم، بيسمى ايه؟ نص جنيه. هات النصين دول، تقعد تقول يا رب نصين، فين النصين دول؟ تتلاقي 2 جوزين ركاب واقفين في الموقف، هات النصين دول يعني جوزين ركاب دول. فكذلك بترول يعني سوى فلوس، يريدون استخراج هذا المال. ممكن حرب ضروس، هي الحرب بين الكويت والعراق في أصلها هي إيه؟ هو نزاع على مصادر البترول. الحروب الموجودة في الشرق الأوسط أصلها النزاع على قطرة الماء، ثروة خطيرة جدا يتنازع الناس من أجلها. أما أهل الآخرة فإنهم يتنافسون على المجد، أهل الآخرة يتنافسون على المجد. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، حتى تلعق الصبر. ولهذا قال ربنا عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الاهتداء إلى سبيل الله والوصول إلى رضوانه وتحصيل مراضيه لن يكون إلا بماذا؟ إلا بالمجاهدة. المجاهدة دي حتى تلعق الصبر، هذه المجاهدة حتى تلعق الصبر. إيه الفارق من باب التقريب؟ إيه الفارق بين الطالب اللي بيشتال بيقسم سنة على سنتين وبين الطالب اللي بيرتب على الدفعة؟ الفرق بين الاثنين، الفرق إن ده بالفعل بيصابر ويثابر، وده ولا في دماغه. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ بدل ما أتعب نفسي في سنة نقسم على سنتين، نذاكر في السنة 12 مادة ليه يعني؟ وأقعد أذاكر وأتعب نفسي، خلي سنة سنتين، وبدل ما أتخرج بعد 4 5 سنين يا سيدي بعد 10 سنين. إيه المشكلة؟ والحاج بيشتغل وبيصرف علي، هيقول لأ؟ وغالب الآباء مشغولين، مش عارف ابنه يا ترى في سنة أولى ولا في سنة خمسة ولا في سنة ثالثة، مش عارف أي حاجة. ممكن الواد يكون لسه في كلية في سنة تانية وابوه في دماغه وخلص الايه؟ الكلية، والامور ماشية. ما تضيروا في ذلك،
المجاهدة. الطالب المجتهد المستعين بالله ربنا بيوفقه. واصبر، وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي يتلقى الخطاب، لكن هذا خطاب لكل من سلك هذا السبيل. واصبر على ما يقولون. الماء يمكن أن تكون موصولية بمعنى الذي، واصبر على الذي يقولون. ويقولون جملة فعلية صلة الموصول، والاسم الموصول فيه معنى النكرة، الاسم الموصول فيه معنى التنكير، والتنكير هنا في سياق الإثبات فيه معنى الإطلاق. واصبر على أي شيء يقولونه من الهمز واللمز والطعن والشتم والإيذاء القول والفعل، اصبر على أي شيء يمكن أن تتعرض له. دي دلالة الموصولية. ويمكن أن تكون ما مصدرية. واصبر على ما يقولون، أي واصبر على قولهم أيا كان ذلك القول، وهذا فيه أيضا معنى التنكير. والمقصود أن الصبر يكون على كل بلاء يقع بالسالك كان صغيرا أو كبيرا، لابد من الصبر حتى ينال به الأجر، حتى ينال به الأجر. ولهذا كانوا يقولون في المعارك: الصبر الصبر فإن النصر مع الصبر، الصبر الصبر فإن النصر مع الصبر. الجيش اللي يقابل جيش كبير عرمرم ما يخافش، يصبر ويقف ويصابر، ربنا عز وجل يكتب له الايه؟ النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. لا يكون الثبات إلا بالصبر، لا يكون الثبات إلا بالصبر. واصبر على ما يقولون.